أبدأ معك. تحولات كبيرة شهدتها المملكة ومكانة عالية بين الأمم، كيف تقرأ هذه التحولات بعد 5 سنوات من البيعة لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؟ نعم، حقيقة يعني ذكرى البيعة الخامسة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هي حقيقة 5 سنوات بالعمر الزمني تعتبر قصيرة، ولكن احنا عندما ننظر إلى ال5 سنوات الماضية هنا ننظر إلى ما تحقق خلالها من إنجازات، خاصة كما تفضلت في الشأن الاقتصادي وشؤون التنمية والموقف السياسي الدولي للمملكة. حقيقة الإنجازات أكبر بكثير من حجم 5 سنوات في حجم التوقيت، ولكن هذا طبعا له دوافع كبيرة، وهو بالتأكيد وجود رؤية ووجود أهداف محددة يتم العمل ليل نهار لتحقيقها، وهذا هو المهم. فسمو ولي العهد انطلق من رؤية في عمله، وهنا تكمن النقطة الأساسية في تحقيق مسيرة نجاح أي عمل، أن يوجد رؤية تتضمن أهداف محددة. نحن لاحظنا أن هناك عمل متواصل في اتجاهات كثيرة كلها تخدم تحقيق مستهدفات الرؤية، وهذا هو المهم، وتتكامل في بعض مع بعضها البعض. عمل منظم، عمل تم الإعداد له والتنفيذ بشكل دقيق، هذا مهم جدا. إنجازات كبيرة جدا في فترة زمنية قصيرة،